يلا يا مرحبا بكم. واليود الحين مع المتسابق او المتقدم الثالث ولا الرابع؟ الثالث الظاهر، مهند الفيصل. مرحبا بك يا مهند. مهند حبيبي انت هنا وانا. يا مرحبا يا مهند، حياك الله. يا مرحبا بك، حياك الله مهند. هلا يا ابوي. اللجنه قدامك، امر ونمر، بس ربي يوفقك باذن الله. شو الوضع عندك الحين؟ لا الأمور طيبة. طيبة. ما تشوفون أنتم ولا الجمهور ولا اللجنة اللي يسركم. بإذن الله. كلام ولا أني بفعل إنه يا أبو؟ أجل خلني للفعل. خارتوك على سبيل الفعل. الله يوفقك أبو سلطان. يا مرحبا. علي الغامدي، محمد عباس، جاكم فيصل، نسيت الله اسمه. حبيب. والله من أعسل الناس اللي قابلتهم أنا فالح الدوسري. شارك معنا فالناس. فالح شخصية عجيبة. صدق يعني فعلياً ما شاء الله تبارك. بس تبي الصراحه يعني انسان عفوي كذا على طبيعته. نعم نعم مره. هذا اللي محليه انه على طبيعته. يقول لك فيصل عليكم السلام. يا سلام. مات الغزل بل لم يزل شعر هزل. ماذا هنا؟ هذا عرق شن طبق نطق الفلق كثر العنا مل اللسان قرع الاذان آن الأوان لنا أنا. إن الحياة مال وجاه عال دناه مال فنى جل الكلام أن الخصام ذل المقام ترابا بنى. كلنا نعلم أن الحياة إذا نظرت إليك بضعف قتلتك، وإذا رأتك طموحا قاومتك، وإذا نجحت هنأتك. فإياي وإياك أن تكون ورقة تعبث بها رياح الحياة كيف تشاء وأينما تريد. لقد جربت وتعلمت حتى علمت أن أصحاب الوعود أكذب ممن يحلف بالله كذبا، وأن كلام المال يمحوه الطمع ونظرات البراءة جلها جشع. وعلمت أن كل شيء ينسى ويتغير ما لم تضعه على ورق. ضع الحلق كل الورق حق يحق يحيضنا. إن العمم هم وهم رع الغنم يرقى بنا. مات العشم وجه أصم جف القلم سلامي سنة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله على الإبداع. والله السلام ورحمة الله عليك يا أخي. نظراته حلوة جدا جدا. إيش رأيك أبو؟ أداء صوت حضور يعني تبارك الله. وش نقول ما شاء الله؟ ما إلا من بعدكم. الله يبيض وجهك. معليش سؤال كذا شوية غريب، تخرج أنت من الجامعة؟ لا والله أنا طالب فيزياء. ونخ ما شاء الله تبارك الله. كم عمرك؟ ولا أفقه في الفيزياء إلا قانون نيوتن. كم عمرك ما شاء الله؟ خلاص ولا خلاص ما أنا طالب. وصلت طالب. يقول ولا أفقه في الفيزياء إلا قانون نيوتن. نعم. مكتوب عندي إلقاء وكتابة. نعم. يعني كاتب في صحف؟ لا. ها كاتب وين؟ اللي ألقيه فقط. ها تكتب اللي تلقيه؟ أنا أكتب وألقي ما أكتب فقط. يعني هذا اللي ألقيته قبل شيء من كتاباتك؟ نعم. أنا بالنسبة لي باس. ها؟ يعني نجاح اجتياز. يا هلا ومسهلا. حياك الله. اجتياز والله بأمانة صراحة. لا. تفضل. طيب مهند من وين؟ من المدينة المنورة. أنا أقول شهزين كلها يعني ما دام جاي من المدينة خلاص. ألف كيلو والله. طيب إلقاء حضور ما شاء الله متميز جدا. نعم. في الكاريزما يبون الحياة الطبيعية والرياليتي والأشياء هذه. كيفك معك؟ أنا تراني تبغون أقدم وش اسألني وش تقدم يا مهند في كاريزما؟ إيه. اسألني. إيه وش بتقدم؟ مهند. مهند هذه لازم تفسرها لأن عشان الناس. تفسيرها بسيط جدا. مهند هو مهند بشكل طبيعي جدا. ضحت. طيب. نعم. سؤال يا مهند. بس اللي بنعرف وش مهند يعني. يعني مهند. هل مثلا تدخل بخيل ورمح في كاريزما؟ ممكن ليش لا؟ بالعكس. ممتاز. ترى أصنع لك شيء من الأشياء الخيالية هذه شيء جميل جدا. ممتاز. جاوب على الرجال. إيه. وش؟ أنا اقتنعت الحين فيك يا مهند. نعم. يعني. لما تقول أنا بقدم مهند يعني بقدم شخصيتي الحقيقية، ما راح أكون ممثل، ما راح أكون يعني بكاركتر غير كاركتر مهند. هذا الشيء اللي احنا نبيه. وبإذن الله تعالى أنك تكون مبدع في الكاريزما إن شاء الله. وأنت من الشخصيات اللي صراحة أنا أعرف سياسة البرنامج يبحثون عنك. يا حياكم وأنا أبحث عنكم. يعني أتمنى لك التوفيق إن شاء الله أبو دخيل. إيش غير الإلقاء والكتابة يا مهند؟ وش في أفضل من الإلقاء والكتابة؟ ندري وش ما في أفضل منها بس وش غيرها؟ بس فقط الكتابة أقدر أصنع لك كل شيء. وإذا ألقيتها بشكل جميل أنا صنعت منها. إيش تقدر تقدم لي خلال 70 يوم المهند؟ والله يا أخوك
وش راح وش من اللي راح اقدمه؟ ان كانت عن كتابات خياليه، ان كانت عن القاء، ان كانت عن تقديم مسرحي. ترى كل هذه الوعود يا شباب بث لايف، فلا ترفع سقف التطلعات، لا ترفع سقف التطلعات للجمهور وتطيح. هنا الفكره، يعني لا توعد وبكره انت مقبول تبلش بعدين. اي هنا الفكره يعني. اي بس انت قلت القاء وكتابه، ايش الفكره؟ هو كلامك منطقي جدا، لكن لما تقول لي ايش راح تصنع غير الالقاء والكتابه؟ مثلا اقول لك اني انا اتقن في الكهرباء والصيانه. انا فعلا اتقن الكهرباء والصيانه. ممتاز، عادي جدا. انا اتقن الكهرباء والصيانه والطبخ والترحيب بالجمهور، اتقن شاركت برامج سابقه. ها، شاركت برامج سابقه؟ لا والله، بحساباتي الشخصيه فقط. طيب ما شاء الله، انا اشوف القدرات اللي عندك ما شاء الله يعني جميله. هل دورات ولا؟ لا والله، هذا فضل الله ثم الوالد والوالده، ربان يعني، مو بتجميل. رب نعم، منكم من التربية. الفطرة يعني. الفطرة كانوا يعني والله حريصين جدا على اللغة العربية الفصحى، وكانوا حريصين على اللغة البيضاء والقرآن. فاللي ما يأخذ الفصاحة من القرآن من وين يأخذها؟ أنا عندي بس سؤال أخير بس. بكرة بتصير مع ناس من الرياض ومن الجنوب ومن الخليج، شلون بتعيش معهم؟ والله زي ما عشت معهم قبل شوي في الاستديو داخل. يا أخي عزل. عشنا شيء أنتم ما شفتوه تو، لكن حرفيا أنا والشباب كنا مستمتعين جدا. يا اخي الله الله يوفقك يا رب. الله يقول لك يا مهند. لا يا جماعه، 1000 كيلو تكفون، زيدوني دقيقه. ما يخالف، عشان لا ناكس على كل شيء. يلا وراي ان شاء الله. دقيقه ايش فيها يعني؟ بقول قصيده ثانيه. تفضل. لا لا، قصيده ما عاد معنا وقت. لا لا، الله يستر. في دقيقه. يعطيك العافيه. اللي تبيه ان شاء الله بيصير. يا مرحبا. اللي تبيه بيصير، شوف خذ الكلمه. فمان الكريم. السلام عليكم. الله والله عسل يا اخي. عسل عسل. اصلا من دخلته. اي والله تفاعلت فيه كثير يعني. والله جد ترى عنده لها عنده نظره الابتسام ترى حلو. ترى اصعب شيء عندك ما تلقي على الجمهور وترى عيونهم. ترى اغلب المقدمين على المسارح مثلا ما يشوفوا عيون الجمهور، يرى فوق الجمهور. صحيح. اللي هي النقطه العمياء اللي ممكن يكون الجمهور يراه انه يشوفهم، لكن هو في عينك يشوفك. اي لان عنده ثقه في نفسه. انا لاحظت بالولد ما شاء الله من دخل ثقته بنفسه. لا والله خطير. انا حاولت اركز في عينه بشوف الرجل بيرمش بيغير من عيني. في عينك العين محمد عباس يرجع لي مره. لا والله عنده كاريزما حلوه في الرجل بامانه. ممتاز. طيب نروح لل يعني طبيعي.